شوية مطيل في الكلام حقكم عليا. دلوقتي كل اللي بيعملوا تصوراتهم عن المعركة مع الأيديولوجيا الإسلامية ولا مع الإرهاب نفسه، أنا أرى أن محاربة الفكرة أقل تكلفة بكثير وأسرع في التأثير وأقدر على الفعل. إزاي ده يتم؟ أنا ما أعرفش، أنا لست صاحب سلطان ولست رجلا سياسيا، وما هذه الدول ماذا يمكن أن تقدم في حرب ثقافية في هذه المنطقة؟ يعملوا إيه؟ أنا ما أعرفش. يعملوا قنوات فضائية، يعملوا مدارس في بلادنا، فضلوا تعالوا بلادنا هاتوا اعملوا مدارس عندنا، بس تيجوا انتوا بمناهجكم بطرائقكم في الحياة زي الإرساليات اللي كانت بتيجي بلادنا زمان، فخرجت لدينا كبار مثقفي الأمة العربية. أن تعود الحضارة للتواجد في وسط بلادنا، بلادنا ما عرفتش الحداثة ودخلتها وبقت دولة حديثة، ومحمد علي ما عملش ده إلا بعد ما فرنسا دخلت مصر. ما عرفناش يعني إيه سياسة وقانون ووطن ومسؤولية إلا بتواجد الاستعمار الأوروبي الإنجليزي في بلادنا 73 سنة، فكان يعاشرنا ونعاشره فنتعلم منه. يا ريت حد يجي استعمارنا، مصيبة لو عملنا إعلان يا حد يجي استعمارنا أخواننا منكم يقول لك روح بعيد عني بلا نيل أعمل بك إيه. بالتالي أنا ما عنديش حل، أنا نفسي في استعمار الحقيقة يجي، ما فيش. طيب يا استعمار ابعت بقى، يعني كلف أنت المرة دي، يعني كلف أنت المرة دي، اعمل مدارس، خد المتفوقين في تعليمنا المتعسر والمتخلف واعمل له مدرسة، تعال اعمل له مدرسة وعلمه على حسابك وعلى حساب الأمم المتحدة، ده متفوق وهينجز ليك والوطن وللإنسانية وللحضارة. أنا ما عنديش حلول، أنا زي بس زيكم قاعد بحاول أجد فكرة للحل. ملهاش حل غير انغراس الحضارة في المنطقة، أو خلاص تعملوا بقى بتاع كده جدار عازل زي جوراسيك بارك علينا كده هون بالكهرباء وبتاع، وتيجوا تعملوا عندنا سفاري وبرضو تدونا أكل وشرب وترمونا كلاشنكوف وبدافع هاول عشان برضو نصفي بعض، يعني مش متحرموناش من حاجة، تتسألوا ترمونا فستق ولوز. ما هو ما فيش حل تاني، إما أن أن العالم المتحضر يقف إزاء هذا الوحش لتحجيمه وفرض العلمانية العلمانية فرضا أمميا على هذه البلاد مع مراقبين دوليين مع حقوقيين عالميين مع أساتذة علم وحقوق وقانون في هذه البلاد، وإلا ستخرج عليكم منها شرور ستقضي على الإنسانية. فإذا كنت خايفين من أليانز فنحن أشر أنواع الأليانز. سادة الكرام، إذا جاز لي أن أضيف إضافة للمفسرين في دمار العالم من أيام ما فكروا في طوفان نوح، وبعدين قالوا لا ده في جاي هرمجدون والحرب بين الخير والشر هرمجدون، وإنه في يوم قيامة الإنسان مشغول بكارثة هتصيب الأرض، أقول لكم نحن هذا الوحش، ونحن بتعبيرات اليوم بتعبيرات العلم الحديث المعاصر، نحن بلادنا موقعها في الزمكان، نحن نقف في المنتصف بين زمانين، زمن عمره 175 ألف سنة عندما خرج الإنسان السائر على قدمين من أفريقيا إلى العالم، وظل يفكر بنفس الطريقة حتى ظهور منهج التفكير العلمي
في العصور الحديثة. حتى ليلة زور بيكون وجون لوك واتسترا أو فولتير وغيره. هذا الزمن والفكرة وصاحبها يرفضون التخلي عن الوجود. هذا زمن ماضي يرفض أن يمضي، لا يريد أن يمضي، بل هو يحارب من أجل استعادة بعض زمكانه في بلادنا اللي جاز أن يلحق أو يتطور للخروج من عنق الثقب الأسود الوسطي ليخرج إلى أفق الحدث كما خرجت دولكم الغربية، تمكنت أن تخرج من الثقب الأسود. لا زال الثقب الأسود موجودا يشدنا في الزمكان إلى الخلف، يريد أن يبتلعنا، بل أنه إذا ابتلعنا سيأتي بمن وصل إلى أفق الحدث ليعيده إلى عمق الثقب الأسود مرة أخرى. هي حرب بين زمانين